المدرج. ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف، كلام راو ما بلا فصل، وذا يعرف بالتفصيل في أخرى كذا، بنص راو أو إمام ووها عرفانه في وسط أو أولها. ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به، أو بعض متن في سواه يشتبه، أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفا. وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح.